فعليا عدد القتلى حتى الآن الحصيلة الأولية هي 4 قتلى إسرائيليين في القصف الصاروخي الذي استهدف مناطق مختلفة في مدينة تل أبيب وضواحيها. في منطقة اللد على وجه التحديد هناك قتيلان، ولربما هما يعني من السكان المدينة على وجه التحديد، وقد يكون فلسطينيان من سكان المدينة حسب بعض المعلومات الواردة لدينا. وهذا طبعا بعد تعرض المدينة اللد لرشقة صاروخية وأيضا تصدي كبير كان للقبة الحديدية. لكن في مدينة اللد أيضا ولأول مرة منذ زمن طويل تنشر وحدة حرس الحدود في تلك المنطقة في مدينة اللد على وجه التحديد، بعدما فرضت السلطات الإسرائيلية حالة الطوارئ في ظل تصاعد المواجهات إثر الاعتداء على المواطنين العرب في أعقاب استشهاد شاب الاثنين الماضي من قبل المتطرفين. رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصل إلى مدينة اللد قال بأن سرايا قوات حرس الحدود ستنتشر في البلدات المختلطة بدءا من هذه الليلة، وأنه أعطى أوامر بالتعامل بحزم وصرامة مع من أسماهم منتهكي القانون والنظام العام، ونشر وقال بأنه سينشر بشكل مكثف القوات على الأرض من أجل إعادة النظام والهدوء إلى مدينة اللد وجميع أنحاء إسرائيل حسب قوله. بالإضافة إلى ذلك في هذه اللحظات هناك نتنياهو يصل إلى مقر الكرياء، إلى مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، سيعقد اجتماعا عاجلا مع قيادة الأركان وقيادة الجبهة الجنوبية والوسطى وكل يعني رجال الأمن في إسرائيل، سيعقد معهم لقاء موسع لبحث طبيعة الرد. لربما لن يكون ردا يعني بشكل أو بآخر، ولكن بطبيعة الحال قد يدفع نتنياهو بعدد كبير من وحدات المشاة أيضا للوصول إلى مناطق قريبة داخل حدود قطاع غزة، وهذا أمر لربما لا يحبده القادة في إسرائيل، القادة الأمنيون في إسرائيل، لأن ذلك يعتبر خسارة كبيرة وستتحول تلك المنطقة إلى منطقة حرب شوارع، وشهدنا في الحرب الماضية عام 2014 كيف كان ذلك وقعه قاسيا على الجنود الإسرائيليين عندما دخلوا إلى مناطق متاخمة لحدود قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك يعني المفتش العام للشرطة الإسرائيلية قال بأنه أن الأوضاع التي تشهدها لم نشهد لها مثيل حتى في أكتوبر عام 2000، أي منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. هذا طبعا في داخل المدن الفلسطينية داخل وداخل أيضا داخل المدن الإسرائيلية على وجه التحديد. ولكن في هذه اللحظات أيضا يعني صافرات الإنذار تنطلق من كل حدب وصوب، لا تمر دقيقة دون سماع صافرات الإنذار وسماع الانفجارات التي تسمع من مدينة القدس، وهي انفجارات عنيفة جدا، حتى أن كثير من الفلسطينيين السكان الفلسطينيين في منطقة ضواحي القدس وفي منطقة الضفة الغربية يسمعون هذه الانفجارات بصورة كبيرة جدا ويكبرون ويهتفون بشكل متواصل، لأنهم فعليا لربما أحسوا بنوع من النصر ولو كان بسيط. نتنياهو الذي قال أيضا سيتم مواصلة الغارات بكثافة على حماس والجهاد وستدفعان ثمنا باهظا بشكل أو بآخر، لأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي. نتنياهو قال بأنه اتفق مع وزير الدفاع أيضا على إرسال كتائب كبيرة وتعزيزات أيضا إلى مختلف المناطق وإلى حدود قطاع غزة، وأيضا أمر بإرسال 16 وحدة من قوات حرس الحدود إلى مناطق الداخل الفلسطيني أي المناطق العربية التي تشهد تظاهرات واشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين وأيضا الجيش الإسرائيلي. نعم. لذلك الأمور نعم غاية في التعقيد. نعم.